الأمم المتحدة دزوا عليكم مثلاً جنيف بلاسخارت أو غيرها من مثل الأمم المتحدة منظمات دولية دزوا عليكم قالوا لكم يا بهاي قضية خطيرة ودولية تعالوا شهداء سبايكر ليش أكو صمت عليها من الإعلام العربي والمنظمات الدولية؟ هذا سؤال كثير يسألون الناس. طبعاً هو حقيقة يعني الإعلام حتى الإعلام العراقي مقصر، الإعلام الحكومي العراقي مقصر وياه واما الامم المتحده هو ما يدزون عنا وانما احنا ندور عليهم يا الهي والله، وخاصه ان شاء الله دكتور قيس راح يكون حضور اليوم ويانا الناطق الاعلامي، يعني هو قاعد يلتقي بهم، يعني هم هو يجيبهم خاصه الذكرى السنويه المضه تلتقي بهم الامم المتحده، بس ماكو فايده يعني ادري الملف سلمتوه انتم عندكم صدق ايش قد العدد الحقيقي؟ هاي 1700 حقيقي لو العدد العدد الحقيقي اللي مرصود بالخدمات الشخصيه حسب الحاسبه الموجوده 1958. طيب هذا الملف ما استلموه الامم المتحده؟ ما قالوا لكم شيء؟ لا ما سلمتوه لاي منظمه دوليه؟ لا ما سلم. هذا الرقم المرعب. لا ما سلم. احنا طبعا دكتور مطالب من زمان بتدوير القضيه. هو اصلا ملف جريمه سبايكر غلقوه اللي هم تبنوه. اها منو؟ حكومه؟ الحكومه تبنته، يعني غلقوه ورادوا والعلم رادوا حولوه لغير مكان. شلون يعني؟ مو هي خطيره؟ اي رادوا. شلون رادوا يحولوه يعني وين؟ حولوا تكريت. اعتقد هو رئيس اللجنه راح من باله ولا رئيس اللجنة. المهم شلون يحولوه التكريت؟ يعني يريدون يطمطموه، ولكن احنا ما سكتنا، طلعنا عده مظاهرات ولا زال عوائل الشهداء طالب حقوقها وتدوير قضيه سبايكر تعتقد الان قضيه سبايكر تغطت برمل بسبب لان قضيه شيعيه مثلا؟ لان نعم. يقول لك اغلب اللي تم نعم شعب. نعم احنا دا نحس بيها. هيك بهالطريقة؟ اي احنا دا نحس بيها، بحيث يعني انا اقول لك دكتور يعني ادري نوابكم، انا اعرف العدد الاكبر من بابل. نعم نواب بابل وبقيه المحافظات وين عن سبايكر؟ حقيقه نواب بابل من ضمنهم، طبعا احنا انا احكي لك على بابل، احنا عددنا 406 تبنونا هيئه الحشد بس بابل تبنونا وفتحوا له مكتب بالحشيد وجابوا حاسبه ويعني ومتابعين متابعه يعني حقيقه يعني ومن نطلع الذكرى السنوية يروحون يعني بحماية، وخاصة النائب مكان حسن فدعم وحاليا سيد لؤي والأخوة المجاهدين ويانا هالشكل.